تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المستهل بملف رئاسيات 7 سبتمبر المقبل، حيث تتواصل الحملة الانتخابية لليوم 12 على التوالي بتنشيط المترشحين وممثليهم، تجمعات شعبية لعرض برامجهم الانتخابية واستمالة الناخبين. المترشح الحر عبد المجيد تبون نشط تجمعا شعبيا جهويا بولاية وهران، تابعه وليد صاري. في تجمع شعبي جهوي من وهران حضره أزيد من 17,000 مواطن، تعهد المترشح الحر عبد المجيد تبون باستحداث مناصب شغل جديدة والرفع من القدرة الشرائية للمواطن. بالنسبة للشباب اللي هم الأغلبية تاع هذه البلاد، قلت إذا كان قدرني الله عز وجل نخلق طبقة سياسية جديدة للشباب، نخلق طبقة جديدة تاع مقاولين بالشباب. كثير من الشباب اليوم راهم يعانون من البطالة. أنا ألتزم معاكم، نلتزم معاكم التزام تاع رجال. العهدة الجاية إن شاء الله نخلق بالأقل 450,000 منصب شغل. انتظار ما نقضي على البطالة ما سمحناش في الشباب تاعنا، درنا لهم هذه المنحة تاع البطالة اللي باش نزيد فيها ان شاء الله ابتداء من 2025 باش تقرب 2 ملايين ان شاء الله في 25. التزم كذلك مع المربين ان قبل نهايه السنه هذه الاستات تاع لونسانيون يخرجوا ان شاء الله. نفس الشيء بالنسبه للجيش الابيض. الناحيه الاجتماعيه العهده الجايه نزيد نركز اكثر على المعوزين ذوي الهمم، المتقاعدين، المسنين، والمرأة الماكثة في البيت. المترشح الحر عبد المجيد تبون أكد كذلك أن النهضة الاقتصادية التي تعيشها البلاد تستلزم مواصلة الجهود بخطوات ثابتة لتعزيز المكاسب. نلتزم معاكم وحاسبوا في نهاية 2025 بداية 2026 ما نزيدش نستورد كيلو نتاع قمح. رانا ماشيين للتقدم ان شاء الله ان شاء الله. قلتها ونزيد نكررها، ومسجله عندكم ومسجله في صندوق النقد الدولي ومسجله في البنك العالمي ان سنه 2027 الدخل القومي تاعي اصبح 400 مليار دولار. المناسبه كانت ايضا للتعبئه من اجل المشاركه بقوه في الاستحقاقات الرئاسيه من أجل جزائر منتصرة. تحيا الجزائر. مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن الشريف نشط تجمعا شعبيا بولاية شلف، التغطية لزكريا مهوبي. من ولاية شلف جدد المترشح عبد العالي حسن الشريف التأكيد على ضرورة تحرير التنمية من التسيير المركزي، وعلى أن كل ولاية يجب أن تستفيد من مواردها باستغلال مدروس ينعكس على الواقع المعيش للمواطن. لأن هذه الولاية معروفة ببعدها الفلاحي، ومعروفة بإمكانياتها الزراعية، وبإمكانياتها في الصيد البحري، وإمكانياتها السياحية. هذه الولاية أيضا يا إخواني تعاني حالة اختناق مروري، كان المفروض يكون كاين طرام هنايا في هذه الولاية كما باقي الولايات، وأنتم تعرفوا أن الطرام له أبعاد سياحية وأبعاد تاع تخفيف الضغط المروري في المدينة، وكان هناك مشروع السكة الحديدية اللي يمتد إلى غاية تنس. هذا المشروع كان في وقت الاستعمار، والآن احنا في وقت الاستقلال، وحرمنا سكاننا في ذيك المنطقة الساحلية كلها من النقل عبر السكة الحديدية. ولما نتكلموا على القدرة الشرائية تاع المواطنين والإمكانيات تاع المواطنين، ونتكلموا على البطالة، ونتكلموا على الآفات اللي تهدد شبابنا، ونتكلموا على عدم وجود فرص للعمل، وجود عدد كبير وهائل من شبابنا بدون فرص عمل نتيجة لغياب الاستثمار، نتيجة لغياب مناصب الشغل عبر المؤسسات الاقتصادية وعبر المبادرات اللي تشجع الشباب على إنشاء مؤسسات، لأنهم ما عندهمش كيفاش يمولوا تلك المؤسسات
ولما نتكلموا على الآفات اللي تهدد شبابنا وتتفحم نحو الحرقة وتتفحم نحو المخدرات وتتفحم نحو اليأس والقنوط وأنهم ما يفكروش باللي عندهم أمل وطموح في بلدهم، لما نتفكروا في هذا الواقع اللي موجود في كل ولاياتنا ولاية نحل فيها إلا ونجد هذه المظاهر موجودة تهدد النسيج والاستقرار الوطني. إخواني أخواتي المواطنين والمواطنات الذين يحضرون معنا، ينبغي علينا أن نجعل من هذه المحطة، محطة الانتخابات الرئاسية، محطة للتقييم الحقيقي للسياسات، التقييم الحقيقي للخيارات، التقييم الحقيقي للتوجهات، ونشوف هل مواطنينا راهم في مستوى الدولة الديمقراطية الاجتماعية اللي تكلمنا عليها وتكلموا عليها المجاهدين والشهداء. أننا في زمن. رئيس حركة مجتمع السلم صرح بأنه يسعى لبناء مشروع اقتصادي اجتماعي، اقتصاد حر لا يقوم على الريع البترولي ولا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرشح جبهة القوى الاشتراكية يسعى نشط تجمع شعبيا ببوغني ولاية تيزي وزو تبعته سونيا جاسي. من ولاية تيزي وزو وفي مدينة بوغني، دعا المترشح يوسف أوشيش إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع من أجل التغيير، حسب ما أكده في التجمع الشعبي. يوضد لوان لحكومة يغالي المزين للجزائر، يوضد لوان يوضد لوان أدنى الحكومي وجدود زيري خاس لاني عويقن نتساوي تحكم تكفتو يا ثناغ باش انسي وض الوعد الشهداء اندي لا قد يوض ايا ثماثنا يستمع اتسرى مفحري غيثورت ما كنت ولي كا تفدمت سيدو سان الناغ نزمر دنينين La démocratie n'a pas perdu. La démocratie n'a pas perdu. خاسك الوعد يتقص انفد درقس تمطوس انفد وانسفد امسلين الحق باش نوح ادنى الحكم يوجدوا ذا زايرين هسا كيما يكون يدو فيغس الكثرة ذاكي لي فوغني أوشيش أكد أن مشاركته في هذه الانتخابات هو جزء من إرادته في الدفاع عن الجزائر التي ضحى من أجلها الشهداء، مضيفا أنها ستبقى واحدة موحدة كما ناضل من أجل ذلك أبناؤها خلال الثورة التحريرية. خلال مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا تيكاد، أبرز وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة والمؤسسة المصغرة ياسين المهدي وليد، أبرز الدور المحوري للجزائر في تعزيز الاندماج الاقتصادي في إفريقيا من خلال مجموعة من المشاريع الاستراتيجية على غرار الطريق العابر للصحراء وشبكة الألياف البصرية العابرة للصحراء وأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر ونيجيريا، وكذا مساهمة الجزائر في تعزيز الشراكات بين الدول الإفريقية في مجال الشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي في القارة من خلال تنظيم المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة. الوزير شدد على ضرورة تحقيق الانتقال من اقتصاد يعتمد على
وارد إلى اقتصاد قائم على المعرفة، مؤكدا دعم الجزائر للموقف الإفريقي المشترك الرامي إلى إصلاح مجلس الأمن وتعزيز التمثيل الإفريقي فيه. في آخر تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يواصل الاحتلال الصهيوني وحشيته بارتكاب المجازر في حق المدنيين، حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف محيط مستشفى مدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال مواقع بخان يونس جنوب القطاع. هذا وتواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق شمال غرب النصيرات وسط القطاع. وفي السياق، استشهد شابان من جنين برصاص قوات الاحتلال التي قامت باحتجاز جثمانيهما مانعة المواطنين وطواقم الإسعاف من الاقتراب منهما. وبذلك ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 644 شهيدا، بينهم 147 طفلا. ومدينة حمد غرب خان يونس سواها الاحتلال الصهيوني بنسفه مبانيها وأبراجها الراقية. وحشية وهمجية ضربت عرض الحائط كل القوانين الدولية ولم تسلم حتى مدارس الأونروا. مراسل التلفزيون من غزة وسام أبو زيد. بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي بتدخل من الصليب الأحمر الدولي، تمكنت الفرق الطبية الفلسطينية من الدخول إلى مدينة حمد السكنية غرب خان يونس جنوبي القطاع، وانتشلت عشرات الشهداء من تحت الأنقاض. كلهم مدنيين، فيهم أخوي مسؤول بنك، وأولاده ولدين وبنتين، أولاده الاثنين راحوا استشهدوا الله يرحمهم، مرته استشهدت، أمي استشهدت، خواتي التنتين استشهدوا، أولاد خواتي التنتين استشهدوا، أطفال وبناتها التنتين أطفال استشهدوا، المجموع كله من 16 نفر نجوا 6 بأعجوبة واستشهدوا 10. فالمدينة التي تضم عدة أبراج سكنية ومدارس ومرافق عامة دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وبقي أصحابها دون مأوى، وتمكن البعض من الوصول إليها بحثا على ما تبقى من محتويات أو ذكريات دفنت هنا. نسف المدينة كلها تغيرت معالمها، أقسم بالله ما احنا عارف، يعني لما بعثت الصور إلنا في البداية أقسم بالله ما أنا قادر أميز البرج اللي من برجي للبرج اللي جنبي. كل عمارة فيها 20 شقة، 20 حلم بموت، كل يوم 20 حلم بموت. عد العماير، كل عمارة فيها 20 عيلة، 20 عيلة كل يوم بتموت، من لحظة ما تنهد بيتهم كل يوم بموتوا، لأن النزوح موت، وتعيش في رمل البحر موت، وتعيش تحت خيمة موت. فالاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه الإجرامية على الشعب الفلسطيني، مصدرا أوامر إخلاء قصرية جديدة شرق دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدف عدة منازل سكنية أخرى أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. قنصوهم عند البرج، بعيد عن البرج 50 متر عند تنيرة، والحمد لله ابن شهيد، هذا من فضل ربنا. فالاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته الانتقامية ضد الشعب الفلسطيني بين قتله للبشر وتدميره للحجر لتحقيق مكاسب سياسية لم تتحقق على مدار 11 شهرا من العدوان. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في أخبار الرياضة، ولرسم إياب الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا، فاز أمس نادي شباب الوزداد على أسي ليوبارد الكونغولي بنتيجة هدف مقابل صفر بملعب مصطفى تشاكير بالبليدة. الهدف سجله القائد عبد الرؤوف بن غيث عند الدقيقة 24 من الشوط الأول. وبهذه النتيجة ضمن شباب الوزداد التأهل للدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا. هذا وتأهل نادي شباب قسنطينة إلى الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف، بعد فوزه في مباراة الإياب على نادي الشرطة الرواندي بهدفين مقابل هدف واحد بملعب كيغالي. وسيواجه نادي شباب قسنطينة في الدور المقبل نادي نواسا تريغمان الغاني. كرمت مؤسسة موبيليس الأبطال وبعض الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس 2024 بحضور شخصيات رياضية بارزة. التغطية لسهيلة معوش.
بشعار بسمة الأبطال افتتح الحفل بكلمة للرئيس المدير العام لشركة موبيليس الذي أكد على أهمية الدعم المستمر للرياضيين. نتحدث عن تكريم سفراء موبيليس الذين شاركوا والذين توجوا في الألعاب الأولمبية بباريس. التحضير لمثل هذه المواعيد هو تحضير يجب أن نسخر له كل الموارد والإمكانيات لنطمح في النهاية إلى الوصول لمثل هذه النتائج. رواق مميز خصص للأبطال الذين قدموا لحظات من الفخر ممزوجة بالمشاعر وبعد البذل والعطاء، كان التكريم والعرفان لأسماء أظهرت للعالم أن للجزائر أبناء من ذوي القوة والعزيمة والإرادة القوية. شركة موبيليس كانت خلال نقدر نقول لك عامين من شراكة الدعم، الحمد لله نشكرهم وإن شاء الله في الاستحقاقات القادمة نكونوا كذلك متواجدين وميداليات عديدة في بطولات مختلفة. كان حفل رائع اليوم بحضور الناس اللي كانت هنا كتلقى فرحانة، إن شاء الله من القدام نتنبؤ مستقبل زاهر للجزائر. تحفيز ومازال تحس شغل الناس مازالهم معك ومازال الخير إن شاء الله، ونزيدوا إن شاء الله نرفعوا الراية إن شاء الله يا رب. الاحتفال تخلله عرض فني أعطى بصمة أخرى تم إهداؤه لإيمان خليفة. احتفالية تكريم الأبطال تأتي كجزء من الاحتفاء بإنجازاتهم وتشجيعهم لتحقيق ألقاب أخرى لتبقى خالدة في سجل الرياضة الجزائرية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.